عليكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة مع المهندس تميم رضوان المعلول. أهلا وسهلا فيك سيد تميم، شرفت في برنامجنا الأسبوع. أهلا وسهلا فيك سيدي الكريم، نبي نعرف قصة نجاحك، من وين ابتديت؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قصة نجاحي ابتدت الحمد لله من يوم ما جيت لهالبلد الخير والبلد العطاء، الحمد لله رب العالمين. نعم. بداية من وين سيد تميم؟ أنا من سوريا. ما شاء الله ما شاء الله والنعم. أنت من مواليد دولة الإمارات؟ نعم، مواليد دولة الإمارات. أوكي. خبرني شو درست، شو كان طموحك لما كنت صغير؟ أنا درست هندسة كهرباء وميكانيك. وتخرجت من جامعة دمشق. أوكي. طبعاً ودرست في ألمانيا. يعني رجعت إنك درست في سوريا وبعدين رجعت الإمارات. درست بين سوريا وبين ألمانيا. درست الجامعة. شو درست؟ كلية كهرباء إلكتريك وميكانيك. وصولاً إلى هذا البزنس. وصولاً إلى هذا البزنس. بعد ما رجعت من ألمانيا. إيه نعم طبعاً. أوكي. كانت فترة دراستي بألمانيا تقريبا 3 سنوات. شو اشتغلت قبل ما تبلش بهذا الورشة؟ ما اشتغلت ولا اي شيء. ما اشتغلت على طول يعني مجالي على طول. من مجال دراستك الى مجال شغلك يعني. طبعا على طول. يعني هذا الشغل، يعني هذه الورشة متداولة في العين صح؟ اي نعم. اوكي، يعني ورثتوها من الوالد يعني. الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظه لكم. الله يسلمك. طيب سيد تميم، نبي نعرف ورشة ركن عيادة السيارات، شو الخدمات اللي تقدموها فيها؟ ورشة تركن عيادة السيارات، الخدمات اللي بتقدمها الميكانيك طبعا والكهرباء. بالإضافة طبعا انت بتعرف يعني السيارات الألمانية مو اي حدا طبعا بيقدر بيشتغلها، اكيد الا ناس تكون مختصة فيها يعني ودارس المجال هذا وبتعرف المجال هذا. طبعا تختلف هي عن اي سيارة تانية، أكيد السيارات الألمانية يعني عن طبعا عن الياباني عن الكوري عن الأمريكي طبعا مجال تاني معروفة يعني. مجال تاني يعني بعيد تماما عنا. أكيد. ليش اخترتوا السيارات الألمانية؟ ليش اخترتوا المجال الصعب يعني؟ السيارات الألمانية طبعا بتتميز، هي السيارات هي طبعا بصعوبتها. هي السيارات اللي بيشتغل فيها يعني سيارات صعبة شوية بشغلها. اوكي. فلما مو اي انسان بيقدر بيشتغل فيها الا انسان يكون دارس وعنده خبره فيها. اكيد. يعني تبي تتميزون في هذا المجال. طبعا نحن نتميز بهالشيء هذا لانه طبعا سياره المانيه لازم يكون الشخص يعني يكون دارس وفاهم وعارف شغلته اللي بده يشتغل فيها للسيارة. اكيد. واتقان لازم تكون، اتقان 100% طبعا. اكيد اكيد. طيب سيد تميم او مهندس تميم، ليش اخترتوا ركن عياده السيارات بالذات؟ اخترنا ركن عيادة السيارات من اسم من العيادة. الناس لما بتمرض بتروح للعيادة. اوكي. مثل السيارات يعني. مثل السيارات لما بتخرب بتجيبوها للكراج. كثير حلو يعني. كثير حلو، أصلا حتى الاسم يعني اسم مميز وبيجلب ال طبعا ايه بيلفت للنظر. لكم يعني. توفيق مهندس تميم. فضل دولة الإمارات علينا كثير. طبعا أول شغلة نحن درس ولدنا بهالبلد وعشنا بهالبلد وخيرنا من هالبلد والحمد لله رب العالمين. الناس هون يعني المواطنين بيدعمونا كثير والحمد لله. الحمد لله. والأهم والنقطة الأهم أمن وأمان هالبلد هي. أكيد. على يعني أنا رحت شفت بلاد عالم كثير وشفت مثل دولة الإمارات ما في أمان. أكيد. رقم واحد،
والحمد لله رب العالمين حكام الامارات وشيوخ الامارات ما بيقصروا الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيهم خير ويطول بعمرهم يا رب. امين يا رب، الله يحفظ شيوخ الامارات كلهم ويديم علينا نعمة الامن والامان. امين يا رب. سيد تميم، في الختام فيك تقدم رسالة شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية. بختص بالشكر لوالدي. طبعا هو اللي كان داعمني بحياتي هي، واللي كان مقويني، واللي كان معطيني الطاقة الحمد لله. واللي الله يحفظه لك يا رب. الله يسلمك يا رب. الله يحفظه لك. ان شاء الله توصل رسالة شكر عبر برنامجنا رواد النجاح. سيدي الكريم، ما ننسى مشان نذكر بس دا المشاهدين، اذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي، الموقع الرئيسي للورشة. الموقع الرئيسي هذا طبعا. وفي عندنا فرع ثاني. اوكي. كمان نفس الاسم، اوتو كلينيك. اوكي. عياده. ومواقع التواصل ركن عياده السيارات، صح؟ في الانستغرام. ايوه. اوكي. بالانجليزي اوتو كلينيك. وفيها كمان تظهر لهم الارقام التواصل. تظهر ارقام التواصل وكل الفرع الرئيسي والفرع الثاني. الفرع الرئيسي وين؟ الفرع الرئيسي هذا. الشارقه. الشارقه، اي نعم. الصناعيه 5. اوكي. والفرع الثاني؟ الفرع الثاني الصناعيه 6. اوكي. اوكي. شكرا لك سيد تميم، اهلا وسهلا. لكم ان شاء الله توفيق على مدى السنين. شكرا لك سيدي الكريم. شكرا لك سيدي. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ودمتم في امان الله.